حمزة حمزة لا لا هات حمزة يروح. شهدت قرى وبلدات سهل الغاب في الأيام الماضية إلى قصف شديد من قبل قوات النظام، حيث شهدت الليلة الماضية قصف شديد على هذه القرى، حيث تركز القصف على قرية تشريع على الأطراف، ثم تركز القصف على منازل المدنيين حيث كان هناك إصابة طفلة، وكذلك في قرية تتوينة هنالك شهيدة وعدة جرحى، وكذلك في قرية الحويز هنالك إصابات. وشهدت هذه القرى أو البلدات إلى حركة نزوح إلى القرى الأكثر أماناً.